ان محاربه الميليشيات تحولها الى دوله. يخشى الاشاره على سبيل المثال، ما هي جزء من هذه الحرب الاستراتيجيه استاذ احمد، عمليه تطويق المنطقه الخضراء بعد استهداف قاسم مصلح على سبيل المثال. انا اعتقد هذا امر ايضا كان رساله الى الاسرائيليين والامريكان، بمعنى ممكن ان نستنسخ تجربه الحوثيين وان تتحول هذه الفصائل الى دوله بمجرد اعتقال الكاظم. ولذلك جاء الرد الامريكي قوي بان العراق حليفنا، واننا انا تابعت الصحافه الامريكيه استاذ احمد، يعني انا ادعوك ايضا الى ان نستشهد بالصحافه الامريكيه ايضا. نعم. لانه كانت منفعله من عمليات تطويق المنطقه الخضراء، تهديد الدوله بمعنى ان هناك دوله تريد ان تحتل الدوله، وهذه الدوله هي ليست صديقه لامريكا. اذا المصالح الامريكيه في الداخل العراقي يبدو انها على وشك تهديد، او يعني تحتاج الى رؤيه جديده. ولذلك سارع بايدن والفريق المحيط به بلينكن وغيره الى اطلاق تصريحات في الاعلام الامريكي ضد هذه الميليشيات، ووصل الامر الى يعني ممكن ان يتم قصفها خلال فتره. يعني اذا استهدفت الميليشيات استاذ احمد اسمع من عندي، انا اعطيك اياها اقسم بالله، انا لا اهدد احد ولا انا كل ما افعله يعني انقل من الصحافه الامريكيه مثل ما حضرتك تقول، اتابع مراكز البحوث ويا 24 ساعه قاعد اترجم وانشر. نعم. فهمت؟ نعم. فانا وجدت انه بدا يتصاعد خطر الميليشيات وقدرته على ابتلاع الدوله العراقيه. هذا الامر غير ممكن، امريكا لن تسكت على هذا الشيء.